دماء في كل مكان، شهداء وجرحى بالمئات في كل بيت وطريق. هذا هو المشهد في قطاع غزة. وإلى ثلاجات الموتى وأقسام المستشفيات الطبية هرع المواطنون للبحث عن قريب أو ابن أو جار أو صديق بين ضحايا ما أسقطه إسرائيل لعملية الرصاص. كويتو بسكوت العرب ووقف الامريكان، ليهودي عدو الدين هذا اللي جاء في القران. تضحكوا على شركم كي بكيتوا المسلمين، غدوه تبكي والدم غدوه تقوم فلسطين. شو بناه جريتوا دم ولاد صغار ونساه، هدمتوا ديار الشعب وقتلتوا الابرياء كيف ما قتلتوا الانبياء وكذبتوا وعد الحق. اليوم تخيتوا فوق الارض لما غدوه يبان الحق، كنتم مشتتين لا عندكم لا ارض ولا دار. جيتوا بالاستعمار احتليتوا البلاد شعلتوا النار، كنتم بعثرين قبل وعد جامس بالفوغ وطبقتوا اللي بناه. هرتزل تيودور امبوسي في فلسطين باع لو غوايوم يوني 1948 قيام دولة اسرائيل. زيونيس جاب الشر من 1897، جيتو بالدم جيتو بالموت جيتو بالارهاب. ذوقتو لابرياء العذاب، صنعتو من ولاد صغار مجاهدين خرجوا للجهاد ضد الكفر ضد الظلم ضد الاحتلال. سلاحهم الله اكبر كي صحابي بلال. 60 سنة ظلم 60 سنة استبداد من دافيد بن غوريون اليهود دولمار. رديتو من فلسطين جبانة للشهداء، خطوة أرضكم تولي جبانة للجبناء. أرواح الشعب لعب اليوم بين يدين اليهود، لعبت قمار فوق تواو القديمة والليكود. سيبي ليبني وبراك في البريزيدونسيال، شكون اللي جري دم أكثر شكون فيهم القتال. والشعب هو اللي ياكل في اللي زرعتوه فساد، خسى 1.5 مليون عباد تعاني في المأساة. هذا الكل خطر حماس نجحت في الانتخابات، خطرهم ناس تخير على الشعب كيما ياسر عرفات. واللي صاير في غزة اليوم جاشكم بغزة ستيك ان ابيزود دون سينيستر ساكا. دم الشهداء اللي مشاو مسختوه بيديكم، نتواياج اثنيك باش الارض تبقى ليكم. ضربتوا جوامع ومكاتب وضربتوا ديار الناس، هذا جريمة في حق الشعب ولا خوف من حزب حماس. هذه صفحة مسخة من برشا صفحات، هذا كمالة العذاب اللي عاشوا لبابل دغفات. غارات فوق السماء غزة وشعبها، زرعتوا فيهم الحقد كيف ما زرعتوا فيها رعبها. 30% اللي ماتوا بابا في الجينوسيد، مع كل سباحة جديد تصنعوا 100 شهيد. تقتلوا في صغارهم باش صغاركم تعيش، كيف ما عمل في البوسنة غادوفان ستانكوفيتش. عملتوا اللي عملتوها ما هذا يكون ما يدومش. تقوم أتلانتيس ودولة إسرائيل ما تقومش. اللي حرفتوا بيه التوراة، دولة إسرائيل من نهر النيل للفرات. حبوا تحكموا في العالم من غير مبادئ وقيم، بوليتيك مخلطة بالرعب بالقتل وبالدم. هذا الكل موجود وفي كتبكم قريتوه، عندكم سنين خططتوه واليوم طبقتوه. فوق ريوس شعب مسكين مسيح ومسلمين، هذا الكل ما يصيرش لو كان جا موجود صلاح الدين. ضد الصهيونية مناش ضد السمية، كيف الإسلام والمسيحية ديانتكم سماوية. أما أنتي سيونيست اللي زرعوا في الأرض الشر، اللي تهناوا على العرب كان كيف باتوا في الأكبر. اللي ماتوا شهداء واللي يستنوا في الموت، هذا ما قالش بيه ربي يما قال بيه التلمود. كله موجود ومكتوب في البروتوكولات، تحبوا تسموا فلسطين كيف ما سممتوا عرفات. شعب الجبارين، الشعب الصابر أمام هذه العنصرية وهذا الإرهاب وهذا العدوان، أقول لهم معا وسويا حتى يرفع شبل من أشبالنا أو زهرة من زهراتنا علم فلسطين.